طيب وخليني اعرض لكم برضو فيديوهات عجبتني اللفته الطيبه، اللفته الطيبه من نادي الاسماعيلي مع دراجان يوفيتش. الحاجات دي كانت الحقيقه ما كانتش موجوده قبل كده، بس وجود الراجل ده، انا بحب الراجل ده، انا بحب الكابتن علي ابو جريشه جدا، ووجوده في النادي الاسماعيلي بيدي للواحد احساس انه فيه هدوء والدنيا هتمشي كويس. وجود دراجان مع الملابسات الكتير، مع اختلافنا طبعا، يعني ست سبع مدربين، سبع مدربين الاسماعيلي السنه دي بيغيرهم يعني. انما بقى انك يبقى عندك مدرب بيمشي بالشكل ده، اللقطه دي هسالكوا سؤال، شفتوها قبل كده بتحصل في الاسماعيلي في الوقت القريب؟ لا. فمعنى كده انه في تغير في السياسه، فلما تشوف تغير في السياسه تعمل ايه؟ يعني تبقى هناك دعم. لما تشوف كابتن علي ابو جريشه، تشوف كل لعيبه ونجوم النادي الاسماعيلي بيحيوا الطاقم اللي كان متواجد خلال الفترة اللي فاتت على وجود محمد صبحي كابتن الفرقة، ووراه مدبولي، ووراه كل الأسماء اللي حضراتكم شايفينها من لعيبة النادي الإسماعيلي، كابتن عماد سليمان نجم كبير، يمكن أجيال كتير ما شافوش كابتن عماد سليمان وهو بيلعب، إنما كان لعيب تقيل قوي قوي قوي، تاريخ كبير عمله مع النادي الإسماعيلي. انا احب الاسماعيليه واحب اللي جاي من جهه الاسماعيليه، واتمنى ان شاء الله باذن الله امورهم تستقر. اتمنى للكابتن ايهاب جلال النجاح خلال الفتره المقبله. الاسماعيلي ما هوش في موقف سهل خالص، ما هوش في موقف يليق بيه. اللي فات ده كان رحيل دراجان، واللي قدام حضراتكم ده مؤتمر تقديم الكابتن ايهاب جلال. كابتن حسني عبد ربه ده اسطوره الفرقه، اسطوره حيه، نجم من نجوم الاسماعيليه، وجوده مهم جدا. وجود كل الناس اللي النادي الاسماعيلي عملها وساهم فيها، واللي عملت اسمه، واللي عملت تاريخ كبير، مهم جدا. انا اتمنى لو كان يبقى عندي صوت اسمع كلام الكابتن حسني عبد ربه، ولو عندنا نقدر نسمع حتى لو في البروي كده، نسمع كلام الكابتن حسني عبد ربه بيقول ايه في مؤتمر تقديم الكابتن ايهاب جلال. لو تمام يا شباب يلا بينا. علم بعد، عشان خاطر الراجل المحترم اللي كلنا كنا بننادي بيه، فانا هقعد بقى مش هاخد الكلمه من الكباتن. ولو كنت قلت اي حاجه فهي خارجه عن شعوري وحب النادي الاسماعيلي، ولو كنت قلت لفظ خارج عن نطاق فانا بتمنى كابتن علي يسامحني. واي اب بيسامح ابنه، فانا قدام بعد، عشان خاطر الراجل المحترم اللي كلنا كنا بننادي بيه، فانا هقعد بقى مش هاخد الكلمه من الكباتن. ولو كنت قلت اي حاجه فهي خارجه عن شعوري وحب النادي الاسماعيلي، ولو كنت قلت لفظ خارج عن نطاق فانا بتمنى كابتن علي يسامحني. واي اب بيسامح ابنه، فانا قدام بعد، عشان خاطر الراجل المحترم اللي كلنا كنا بننادي بيه، فانا هقعد بقى مش هاخد الكلمه من الكباتن. اللقطه دي لقطه كبار، اللقطه اللي عملها حسني عبد ربه دي في المؤتمر الصحفي ده، دي لقطة كبار. أن يتحدث بهذا الشكل وبهذا التواضع الجم أمام نجوم الإسماعيلية، أمام الكابتن علي أبو جريشة، وأن يقدم إليه الاعتذار، وأنه يقول له يا كابتن علي لو أنا قلت أي حاجة فأنا قايلها من حبي، من دافع حبي للنادي الإسماعيلي، فلو قلت أي حاجة ضايقتك يا كابتن علي، قلت أي حاجة لأي حد أنا آسف، أو أنا بقول لكم ما تزعلوش مني، وأنا موجود هنا علشان خاطر الكابتن إيهاب جلال، عشان ندعم الكابتن إيهاب جلال اللي بيحظى بحب وتقدير الكل. كلام الكابتن إيهاب جلال نفسه، كابتن إيهاب جلال مبسوط. أنا أزعم إن أعرف شوية كابتن إيهاب جلال، هو مبسوط وعايز يعمل حاجة. أرجوكوا أرجوكوا ساعدوا الراجل ده، لأنه هو ده، عارف أنت لما بيقول لك ده طوق النجاة الأخير. الراجل ده انا عارفه كويس، وعارف ان هو بيعشق شغله وبيحب شغله، بس عشان يعشق شغله ادوله الادوات وسيبوه، وخلي الجماهير تدعمه. ارجو جماهير الاسماعيليه اللي بتشوفني، سيبكوا بقى من الفيسبوك والسوشيال ميديا وده في فلان وده علان، خلوا الكابتن ايهاب جلال هو الحاكم بامره في الحته بتاعه الكوره، صفوا له ذهنه من كل حاجه علشان يعرف يركز مع الفرقه دي. الاسماعيلي عنده لعيبه كويسه، والاسماعيلي في موقف صعب، فالاتنين مع بعض
محتاجين تركيز كبير جدا جدا. انتوا صبرتوا على مدربين كتير غرقوا الفرقه، ومدربين كتير ودوا الفرقه في حته ما يعلم بها الا ربنا. فان الاوان انك تصبر على مدير فني بجد، ان الاوان انك تصبر على مدير فني هيعمل لك حاجه كويسه.